السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن مشروع ناس كتير طلبته، وهو مشروع هرم مصر الرابع. مشروع خيالي لهرم عملاق حجمه 4 أضعاف حجم الهرم الأكبر لخوفو، وكمان المشروع هيضم أول مدينة متخصصة في علوم الفضاء وسياحة الفضاء الخارجي. هنعرف كل تفاصيل المشروع الفضائي أو مدينة توتيرا، وإزاي مدينة كاملة ممكن تكون موجودة داخل هرم. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. المشروع بيعتمد على فكرة استنساخ حضارة مصر القديمة المتمثلة في الآثار المصرية، تحديدا أهرامات الجيزة، واللي بتعد أشهر معلم أثري وبيجيله زائرين من كل أنحاء العالم. عشان كده ظهرت فكرة من تصميم دكتور أشرف عبد المحسن أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وترجم الفكرة دي لواقع، وهي فكرة الربط بين عصر الحضارة المصرية القديمة بالحاضر عن طريق فن العمارة، استكمال روح مصر القديمة واستعادة أمجادها، حلم قديم بيراود المصريين على فترات مختلفة. ودكتور أشرف قدر يترجم الحلم ده بتصميم هندسي مبدع ببناء أول مدينة متخصصة في سياحة الفضاء في العالم، وكأنه أشبه بخيال علمي وشيء غير مسبوق. وأعلن عن فكرته لأول مرة عام 2008، وعرض الفكرة على حكومة مبارك، لكن للأسف كان رد المسؤولين وقتها إن مشاريع الفضاء مش مناسبة لمصر وتنفيذها هيكون أنسب في الدول المتقدمة. الرد الحقيقة كان محبط جدا، لكن في عام 2021 كل شيء اتغير، خصوصا بعد عرض موكب المومياوات المهيب والطفرة الحضارية اللي بتشهدها مصر حاليا، وقدرة مصر على تنفيذ أي مشروع مهما كان حجمه. كل ده شجع دكتور أشرف مع فريق من الاستشاريين والمبدعين المصريين على أعلى مستوى من تطوير الفكرة وإعادة طرحها مرة تانية، وبالفعل تم نشر المشروع في أبريل 2021. وفي المرة دي المشروع عمل ضجة كبيرة جدا وفاز بأول جائزة عالمية من جوائز إعادة التفكير في العمارة المستقبلية لمفهوم الاستخدام المختلط. تخيل حضرتك المشروع عمل ضجة عالمية لمجرد طرحه بس، وتم تصنيفه عالميا بأنه أهم مشاريع القرن 21، ما بالك لو تنفذ هيكون تأثيره إيه؟ المشروع بيعتمد على تأسيس مدينة متخصصة في علوم الفضاء، هيكون موقعها جنوب سيناء على خليج السويس، وهيكون أهم معالمها هرم ضخم في مركز المدينة، طول الضلع الواحد لقاعدته 1000 متر وارتفاعه 650 متر. ولما نقارنه بهرم خوفو أكبر هرم في مصر واللي بيبلغ ارتفاعه 146 متر، هنلاقيه أكبر من 4 أضعاف حجمه بارتفاع 650 متر. وعشان نفهم فكرة الهرم بشكل أكبر، دي صورة مقطعية للهرم من الداخل بتبين كل مكوناته. فهنلاقي الجزء السكني أو المدينة نفسها هي الجزء اللي على شكل رقم 8 اللي بين الأسهم، وبيطلق عليها المدينة الخفية لأنها موجودة بين القشرة الداخلية والقشرة الخارجية للهرم، فبتكون غير مرئية من خارج الهرم وغير مرئية من داخل الهرم، وبتكون مرئية فقط لسكان المدينة. المدينة عمقها 200 متر وبتحتوي على 10 أحياء سكنية فندقية بمساحة 10 ل15 فدان لكل حي، وموجود فيها 3 أحياء ترفيهية وتجارية متوفر بيهم كل الخدمات على مساحة من 5 ل7 فدان. في أسفل الهرم أو القاعدة موجود مركز أبحاث وعلوم الفضاء تحت مستوى الأرض وعلى مساحة 30,000 متر، ومتصل بأنفاق لمحطات إطلاق الصواريخ. في منتصف الهرم موجود هرم داخلي أصغر على مساحة 60 فدان، هيكون مزود بساحة عرض تقني للكون وساحة احتفالات، بالإضافة لهرم زجاجي مركزي هيكون نواة أو مركز الهرم اللي بيتم من خلاله زيارة معالم المدينة كلها ومركز الأبحاث تحت الأرض. أما الجزء العلوي من الهرم هيكون منطقة استكشافية مزودة بمعامل موجود فيها أحدث تلسكوب لكشف المجرة وما بعدها، بالإضافة لنظام محاكاة لسياحة الفضاء. أما في قمة الهرم فهيكون موجود مطعم ضخم على شكل سفينة فضاء. موقع الهرم والمدينة هيكون مطلع على البحر، وبكده هيوفر السياحة الشاطئية للزائرين، بحيث ان الزائر يشوف العصور المصرية المختلفة في مكان واحد ويستمتع بمزيج من علوم الفضاء وفن العمارة المصرية القديمة والسياحة الشاطئية. يعني المدينة هتكون متكاملة في علوم وأبحاث الفضاء الخارجي لكن بروح الحضارة المصرية، وده هيكون استكمال لرحلة قدماء المصريين اللي بيعدوا أول من عرفوا علوم الفلك. المفاجأة إن المدينة صممت عشان يكون بيها اكتفاء ذاتي وتعتمد على نفسها بشكل كامل في كل شيء. في الزراعة مثلا هيتم إنشاء منطقة صوب زراعية على مساحة 2600 فدان
عشان تكفي احتياجات السكان، ده غير منطقة ألواح شمسية هتكفي لتوليد الطاقة الكهربائية دون الحاجة لمحطات خارجية، وكمان محطة لتحلية ومعالجة المية. المشروع حتى الآن مازال في إطار فكرة مطروح تنفيذها في عام 2030، لكن من المؤكد لو تنفذ هيكون نقلة عظيمة ومصدر جذب سياحي كبير لمصر. فلو هنتكلم عن مصر العظمى اللي بيحلم بيها المصريين، فالمشروع ده هيكون أفضل طريقة تقدم بيها مصر للعالم، لأنه هيكون شيء غير مسبوق وهيجمع كل شيء بيبحث عنه أي سائح في العالم في مكان واحد. تخيل حضرتك مدينة سياحية لعلوم الفضاء، وفي نفس الوقت هي مدينة شاطئية على البحر الأحمر موجودة بين الطور وشرم الشيخ، وفي نفس الوقت هي مدينة ثقافية بتقدم الحضارة المصرية بطريقة حديثة وغير مسبوقة، وكمان مدينة عصرية متاح فيها كل أنواع الترفيه والخدمات. كل ده كفيل أنه يضع مصر على رأس السياحة العالمية. وفي النهاية نتمنى نشوف المشروع واقع إن شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون ناقشنا الموضوع بشكل كامل، ونشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.